الأوتار وتعديل نتيجة المواجهة وتداركها لكي يلعب بأريحية في الوقت المتبقي من هذه المباراة. كرة لعارفي طويلة أمامية داخل المنطقة، هي كرة، هي محاولة، هي كرة، هي خطيرة 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 خطيرة، جول 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 جاري مصلحة نادي مولودية الجزائر. فعل مصباح وسجل هدف التعديل لمصلحة نادي مولودية الجزائر، هدف لهدف لمصلحة نادي مولودية الجزائر، هدف التعديل. الانطلاقة، المحاولة لبوحلو زيزو، ضاعت الكرة، استرجع الكرة، ما زالت قائمة. يا سلام يا لالال، الكرة لبومرداسي، مر 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 من اللاعب، من اللاعب مهداوي، رتب دفاع السي ار بي، رتب دفاع السي ار بي من الاي الى الزد، نعم رتبهم وسجل الهدف الثاني بطريقه رائعه. جول 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 جول، هدف لواحد لمصلحه نادي مولوديه الجزائر بعد ضغط رهيب لمصلحه نادي مولودية الجزائر. 20 مبروك للعميد، وحظ موفق لشباب الوزداد مباشرة من ملعب الشهيد بكار. بكار رابح ببلدية الإبراهيم، فرحة كبيرة، نعم فرحة كبيرة لجماهير العميد ولأنصار الحاضرة هنا بقوة، نعم أنصار حاضرين هنا بقوة لمشاهدة ومساندة العميد. مبروك لنادينا الغالي، إلى النهائي في انتظار من هو المتأهل للنهائي بين شباب او نعم بين شبيبة الثورة ونادي مولودية وهران.